مرحبا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ اليوم أول فيديو لنا، وراح يكون الموضوع عن رياضة اسمها تشي كونغ. طبعا خلينا نعرف عن حالنا. أنا الدكتور عبد الناصر أديب جرار من الأردن، رئيس لجنة رياضة الأرنيس الأردنية، جوردن أرنيس كوميتي. أنا كنت عايش في جنوب شرق آسيا، وعملت بحوث عن التشيكونغ. بدأت معي من 77، وطلعت بنتيجة كتير كبيرة بالبحوث عن التشيكونغ بال2000، وما زلت عم بعمل بحوث على رياضة التشيكونغ على أساس إنه الرياضة عمرها، لما جينا بدنا نرجع بالتاريخ، صعب انك تعرف قد عمر. ناس بيقولوا 7000 سنه، ناس بيقولوا 8000 سنه. يعني من اول الرياضات اللي طلعت كرياضه لها على الطاقه وتحسين الجسم والقوه والمناعه، وهي الشغلات كلها من اول الرياضات اللي طلعت. هلا الفورم اللي راح نعلمكم اياه اليوم اسمه بات واتسين، او الثمان حركات الكويسه، هي اقدم او من اقدم الفورمات. رجعنا بالتاريخ لقينا انه كثير ناس واولياء لعبوا هذا الفورم عبر التاريخ. هلا تشي كونغ، تشي معناتها طاقة، كونغ معناتها قوة الطاقة. الطاقة، احنا بنحكي عن الطاقة الكهرومغناطيسية او الالكتروماجنتيك انرجي اللي موجودة بالجسم. جسم البني آدم بيمشي على أربع أو خمس شغلات أساس، اللي هي المعدة اللي هي مركز الطاقة، والمعدة بيلها مخ بتفكر لحالها، القلب برضه له مخ بفكر لحاله، أو مش مخ يعني إنه بفكر وبتحرك فيه له طاقة، وبتحرك عن طريق الكهرباء اللي بتطلع من المعدة على القلب. عندك المخ، بعدين عندكم المخيخ، أوكي، بعدين عندكم العينين طبعا، وعندكم الروح، فهم بصيروا ستة. هلا الطاقة الكهرباء أو الكهرومغناطيسية هي أهم شيء بجسم البني آدم. إذا البني آدم الطاقة الكهرومغناطيسية عنده بطلت تتحرك صح، ممكن يروح بغيبوبة أو بكوما، أو يبطل القلب يشتغل معه صح، أو يضربه معه الغدد، أو يبطل المخ يتحرك صح، او القلب يصير عنده مشاكل، الرئه تبطل تشتغل صح. فاهم شيء المعده. فالطاقه موجوده ورا السرابنش او تحت السرابنش، جوا انش لفوق انش، بسموها دانتيان او تانتيان. هاي هي مركز الطاقه. فعشان هيك هم كانوا زمان يقولوا لنا المعده بيت الداء وبيت الدواء. احنا طبعا ما كنا فاهمين الموضوع، فعرفنا الموضوع لما رحنا جبنا العلم من الشرق. فطلع فعلا بني ادم عنده مركز طاقة بتحرك الطاقات كاملة، هي بالمعدة اللي هي الكهرباء تبعت الجسم. خلينا نقول هلا الجسم البني ادم مجزأ لسبع عوامل بتتحرك فيهم الطاقة الكهرومغناطيسية على اساس يصير يشتغل صح. اول عامل بنسميه الاثير ولونه ابيض، وبيبدأ من فتحة الفخيخ لتحت العين، اوكي، لا تحت العين بالضبط مش اكثر. هلا هذا هو الاثير ولونه ابيض. هلا من تحت العين لعند الترقوة من هون لهون عامل الهواء ولونه ازرق فاتح. من هون من عند الترقوة لعند الحجاب الحاجز عامل النار، وهون لونه احمر. طبعا القلب، الرئة، الكبد، المشاعر وهي الشغلات كلها موجودة بالنار. هلا من الحجاب الحاجز لعند امتداد اليد بهاي الطريقة اللي هي عند الجينيتالز، هاي هي المي ولونها ازرق غامق، فيها الكلى وفيها الامعاء، وخاصة الامعاء الغليظة. من هون لعند تحت القدم هون، هاي هي الارض ولونها اخضر. بعدين في عنا اللحم، الشحم، العضل، الاعصاب، الاوردة، هاي الشرايين كلها، هاي الخشب ولونه بني. وعنا بعدين الهيكل العظمي اللي هو العظم والنخاع الشوكي، وهذا هو
حديد ولونه أسود. هذول هم السبع عوامل الأساسية بجسم البني آدم. هلأ بني آدم بيشتغل على السبع عوامل على أساس يحسن، يصير رقم 8 اللي يصير بجسمه يعني بكامل، هو بيكمل رقم 8 اللي يصير الجسم يشتغل صح، أوكي، ويقدر يفتح الثمان اتجاهات أو السبع عوامل بطاقاتهم اللي يقدر يحركهم. طبعا برجع للإنسان كيف بده يحرك طاقته، إما إيجابية أما سلبية. إجمالا هذا النظام اللي أنا قاعد بعلمه، حتى لو حاولت تحرك الطاقة تبعتك سلبي ما راح تزبط معك، تزبط إيجابي بس ما بتزبط سلبي. هلأ راح أقولكم إنه إحنا لنا صفحة على اليوتيوب اسمها أرنيس جوردن، ARNIS جوردن سبيس جوردن. بعدين في عنا صفحة ويب سايت إذا بتحبوا تشوفوها، طبعا راح نحط اللينك على جنب الفيديو اللي هي www.arnisjordan.com، وفي عنا صفحة أرنيس جوردن على الفيسبوك، في عنا على الانستغرام، في عنا صفحات راح نحطهم كلياتهم على اللينكس مع ريفرنسز عشان تشوفوا قديش مهمة هاي الرياضة. طبعا طلع ريبورت راح ننزله مع الريفرنسز، اكتشفوا انه رياضة التشيكونغ بتقوي المناعة وبتساعد البني ادم انه مع النفس انه يقدر يكون عنده مقاومة ضد الفيروسز such as او زي الفيروسز اللي قاعدة بتطلع هلا مثل الكورونا فيروس او اي نوع فيروس، يعني الجسم بصير يبني مناعته. طبعا حتى الاشياء المهمه اللي حابب احكي لكم اياها، التشيكونغ بحول اي شيء بدخل عليك لبوزيتيف. يعني هلا احنا متعرضين لطاقات كثير سلبيه، المايكروويف، الفور جي، الفايف جي، اتسترا، التليفون، اللابتوب، الكهرباء، هاي الشغلات كلها قاعده بتعطينا طاقات سلبيه لانها مش طبيعيه. طبعا الهواء بطل زي اول، الاكل كله مهرمان اكتره، بطلت الحياة زي اول. فعشان الانسان يقدر يعالج حاله بطريقة انه يتعايش مع الوضع اللي احنا عايشين فيه حاليا، التشيكونغ افضل اشي، لانه بحول اي اشي سلبي بيجي عليك او بدخل عليك او بتاخده او بتاكله او بتشمه او بتشوفه بتحول على طول لايجابي. فالرياضة كتير رائعة، ابحثوا عنها في كتير فيديوهات رح تحكي لكم عنها شغلات. انا عندي من طلابي لعبوا تشيكونغ، اشي كان معه سرطان وطاب، اشي كان معه سكري وطاب، اشي ما كانش يقدر يمشي وصار يقدر يمشي. كتير لها فوائد. يعني شو ما اقولكم عن تشيكونغ، انا لحد الان عم بكتشف شغلات في تشيكونغ ومذهول بهذا العلم، بس علم عمره آلاف 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 السنين. شو ما بحثت فيه أنا بعمري كله ما رح أقدر أطلع الخلاصة البنفيت أو الكويسة، الخلاصة الكويسة تبعت السيستم. طبعاً هلأ رح نصير رح أنادي محمد، ومحمد طالب عندي مجتهد، وهو رح يصير يلعب الفورم وأنا رح أمشي معه وأشرح لكم حركات الفورم كاملة. تفضل محمد ملحم طالب عندي. هلا محمد راح يبدا يلعب الفورم. طبعا احنا في عنا اوضاع، يعني من الاوضاع اللي احنا نسميها postures او اوضاع. الوضع الاول اللي هو هذا بسموه ready posture او ready position. الready position لما انا اكون واقف هلا مثل هيك، انا بكون ماخذ هواء. هلا بدي اكمل الفورم، فهو هلا عمل انهيل اخذ هواء، اوكي هلا نزل على الركب طلع الهواء، بفتح اجري 45 درجة بهاي الطريقة، طلع هواء اخذ هواء. نعيد مرة ثانية من اول، اوكي اخذنا هواء، اوكي انزل طلعنا هواء اخذنا هواء طلعنا هواء مع الكعب. هلا انا ريدي اني العب الفورم. ليش؟ انا طلعت الهواء جاهز ادخل في اول حركه. هلا الوزن لازم يكون 50% 50%، ظهر دغري، لسان بسقف الحلق، تذكروا
اهم شيء انه لما بدك تلعب الفورم تكون دائما اللسان سقف الحلق، لانه اللسان اقوى عضله بالجسم. فهو اللسان على اساس ابدا احرك الطاقه بطريقه صح اللي تلف بجسمي صح، لازم يكون لساني ملامس لفوق. فشو بقول؟ الف لام ال. فلما اقول اللسان بلمس لفوق، المسه ما تشده، اوكي، وخليه ملامس. العمود الفقري لازم يكون دغري، والقفا يكون لقدام، يعني ما تدزه القفا لورا، لا خليك طبيعي وخلي القفا يكون دغري مع العمود الفقري. هلا احنا فتحنا الفورم من الفيرست بوستشر لهلا، هذا اللي هو النورمال ستانس، هذا بنسميه نورمال بوستشر، اوكي. اول شيء كان ريدي بوستشر، هلا نورمال بوستشر اللي هو احنا جاهزين عشان نبدا الفورم. طبعا لما طلعنا على هذا الوضع، احنا اخر شيء كان عندنا لما فتحنا الكعب كان زفير. فهلا بدنا نبدا بالحركه الاولى. الحركه الاولى بنسميها gather the energy او نجمع الطاقه، وبتكون شهيق. اوكي، هذا كله شهيق. طبعا شهيق طويل واطول شهيق بكل الفورم، لانه بجمع طاقه. فاكيد لما بدي اجمع طاقه بدي اجمع كل الطاقات اللي حوالين كل العوالم. لهون بوقف عند الصرة، هذا كله اخذته شهيق. راعوا دائما relax your shoulders، اوكي، ما تشدوا الكتف نهائي، لانه بتصير الطاقه تطلع لفوق بتبطل متعادله، اوكي. هلا بدك بس انش على الصرة. طبعا الصرة هي مركز الطاقه، بسموها دانتيان او تانتيان زي ما قلت لكم. وهون الكهرومغناطيسيه المركز تبعها هون، فانا بدي ادغدغها، فهي بسموها تيكل ذا تشي او دغدغ مركز الطاقه. بطلع بعكس الساعه 3 مرات زفير، مع الساعة 3 مرات شهيق. راعوا انه انا بحرك، انا الصرة لازم تتحرك، يعني ما تعمل هيك، لا، اضغط على الصرة وحرك الصرة عشان يتحركوا الـ 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 الامعاء الغليظة معك، عشان تتحرك الطاقة انها تصير تتحرك. هلا اخذنا شهيق، هلا زفير بصير ريلاكس، اوكي. من الريلاكس ايش بعمل؟ بدي اطلع الحركة الثانية اللي هي اوصل او احيي الشمس. ليش بنحيي الشمس؟ لانه الشمس هي لها علاقة بمنطقة الفاير بالجسم. كونه عملية التنفس والطاقة والقلب كلياته موجودة بمنطقة الفاير او بهاي المنطقة، فانا لازم اوصل على الاشي اللي بيساعدني بالطبيعة اني احرك المنطقة هاي. فبطلع بحيي الشمس، فهي بسموها greet the sun، بحيي الشمس. طبعا هذا كان كله شهير. هلا راعوا ما تخلي الابهام يكون هيك، هذا غلط. الابهام لازم يكون فاتح بهاي الطريقه اللي تكون زي drop، اوكي، هيك صح. عينيكو بيكونوا طالعين من هون، قاعدين تتطلعوا فوق 45 درجه لفوق، اوكي. هلا اخذنا الشهيق، هاي اسمها greet the sun او حيي الشمس. هلا بعمل ريلاكس، بنزل زفير، خلصت الحركة. هلا بدي ابدا بالمين، بالحركة الأساس. هلا بنبدأ بأول حركة أساس اللي هي نرفع النهر أو lift up the river، برفع النهر وكأني بشرب منه، باخذ هذا الشهيق كلياته. هلا بدي أحطم الجبل أو crush the mountain، بنزل بتخيل اني انا بحطم بس بدون ما اشد، هيك زفير طلعت حطمت الجبل. هلا بدي ارخي واصيب السماء عشان امد طاقتي قد ما بقدر، هاي بنسميها touch the sky او نصيب السماء. شهيق ركب دغري، وبصيب بالاصبع النص، اصابع النص يكونوا فلات مع السماء. أخذت شهيق، هلا بنزل زفير. هلا هاي تيجي هون، الثانية بتكون هيك. المثلث تبع العصعوص تبع جسم البني آدم حطوه بنص الكف ودخلوا الكور، على أساس هاي تكون هون، فهاي بتكون هون شادة عشان توصلوا. الأشياء اللي تعلمناها إنه البني آدم
يعني بعد عمر طويل لما بموت في عظمتين بس بتضل عايشة ما بتدوب مع الطبيعة، اللي هي عظمة اللسان كون انه اقوى عضلة، وعظمة العصعوص خاصة البذر اللي بالعصعوص. عشان هيك بنوصل هناك لانه هناك في طاقة خاصة مع الانرجي. هاي اشياء بنشرحها بعدين عشان نصير نوجيكم كيف توصل المخ مع المخيخ مع النخاع الشوكي مع العصعوص، هاي بالحلقات القادمة ان شاء الله. فهلأ بطلع شهير، هاي بسموها بريس سكاي او اضغط السماء. فانا بطلع على المشط وبضغط لفوق، ولما انزل بعمل دروب. هذا كله شهيق. هلا هون لما عملت الدروب 50% زفير، وبنزل لما انزل الزفير من هون 50% هاي بتيجي هون وهاي بتلف معها قدام وهاي اللي بتمسك ورا عشان ابدا press the sky left وبطلع press the sky left بعمل drop وبنزل. وهاي هلا لما انزل من هون هاي بتفلت بتصير هاي قدام هاي قدام وعشان اطلع على الحركة اللي بعدها. هلا بدي اطلع على حركة تانية بسمها lift up the rock، يعني ارفع الصخرة. برفع الصخرة ركبي دغري خليك شوي محمد وبصيب بقفل كف الارض عشان اعمل ستريتش على الباك ميريديانس، لانه انا بدي اسحب الجسم لانه هاي كلها علاجيه. بعديها برخي الركب لانه بدي ارفع الثقل، دائما لازم ارخي الركب، وببدا اطلع شهيق شهيق لما اوصل لفوق بلف الكف عند المنخار. هذا كله شهيق. هلا ثرو ذا روك او ارمي الصخره، برمي بضرب على الكعب. رميت الصخره 50% زفير وبكمل الزفير وانا نازل. هلا بصيب الارض بكفيني، اوكي بدي اطلع ارفع البامبو، برضه بصيب بقفل الكف الارض وبطلع لعند 45 درجة شهير. برمي البامبو لورا وهذا بيكون 50% زفير عشان ارخي الظهر العمود الفقري وهي الشغلات، وبرجع بكمل الزفير لما اوصل لارض. هيك انا رميت البامبو رميت الفخرة. هلا بدي اطلع عشان اكون جاهز الحركة اللي بعدها. باخذ شهير بجيب ايدي على جنبي باخذ زفير وبرخي، اوكي. هلا بدي اطلع بالحركة الثانية اللي احنا بنسميها عين النمر، اوكي، او اي اوف ذا تايجر رايت. بطلع على اطراف اصابعي بوانزل بلف وبطلع يمين شهير برجع عموس بنزل على الكعب زفير. هلا كثير مهم البؤبؤ تبع العين ما يسبق الراس لما تلفه يمين وشمال. بؤبؤ العين لازم يضلوا بنص العين، يعني لما انا الف ما بلف هيك، لا بدي الف انه لما الف عيني لازم لما الف البؤبؤ الف مع عيني مع راسي، اوكي. هلا eye of the tiger left باخذ شهير برجع ريلاكس وبنزل. هلا بدنا نطلع على الحركه اللي بعديها اللي هي عد النجوم، اوكي، او counting the stars او count the stars. بسحب ايدي لورا لما تصير الفيست ورا الحلمه، اوكي، والكواع بدخلهم لجوا، يعني ما يكون ايدي هيك، لا بدي افوتهم عشان الشد كل هاي المنطقه عشان شي تصير تطلع لفوق. ليش؟ انا بدي انزل على الستانس لتحت، لما انزل على الستانس لتحت شي بدها تنزل تحت، فعشان اوازن بين فوق وتحت بشد فوق بالاول بعديها بفتح الستانس. فبفتح بدي افتح شيء بسموه هورس ستانس او وقفه الحصان، اللي هي برضه 50% 50% وقفه الحصان. اصابع رجلين دغري بدز لافها العمود الفقري دغري وببدا بحركه عد النجوم. بفوت بالكعب وبوازن جسمي بطريقه انه هون 40% هون 60% يعني 40-60 ستانس. برجع لورا باخذ شهيق زفير برجع وبقعد على الهورس ستانس برجع الكعب. شايفين؟ بعكس كاونت ذا ستارز بفوت بدز 40% 60% 40-60 ستانس
وبرجع على الهورس ستانس 50-50. اوكي هيك خلصت كاونت ستارز. هلا بدي النبال او ذا ارشر. اوكي فببدا بالارشر، بمد ايدي على جنب من هون، هاي شهيق، وبكمل الشهيق لما تصل ايدي هون، خلص بطلت تقدر تتحرك. بجيب الكف هون وبلف الكفين مع بعض، بعدين بعمل هاي اصبع، هذيك بتصير بوكس، وبضغط الهواء اللي اخذته شهيق مع المعده، بضغطه تحت عشان ايش؟ اعمل اشي بسموه فجر او اكسبلوجن، اللي يصير زي سبارك، كيف السبارك بلاك او تبع السياره لما يصير تعطي شراره عشان الباستون تصير تتحرك. فهلا بعديها اخذت شهيق، هلا بطلع زفير، وعيني على طرف اصبعي على الاظفر هون. اوكي هذا زفير. هلا برخليل شهيق، بكمل الشهيق، بجيب كف، بلف الكفين مع بعض، هاي بتصير اصبع، هاي بتصير فيست، وبضغط الهواء لتحت، هاي اللي هو النبال الارشر، وبطلع زفير. اوكي هلا برخي، باخذ هواء عشان اكون جاهز لاخر حركه اللي هي السابعه، اللي احنا بنسميها ستيل دي سوالوز اكس او اسره بيض المالك الحزين. بطلع النص، من النص بطلع دغري، بلف، بسرق البيضة، برجع على النص وبرجع دغري. اوكي زفير شهيق. هلا دراع الستانس احنا بنسميه فورورد ستانس او بوست ستانس. فببدأ بطلع الكعب، هاي ستريت، هاي 45 درجة، هاي 70% وزن، هون 30% وزن، هاي بسمو فورورد ستانس او ليفت بو ستانس. هلا بسرق البيضة تبعت مالك الحزين على شقة الشمال، برجع ل 50-50 ستانس او هورس ستانس، وبروح على الشقة الثانية رايت بو ستانس او رايت فورورد ستانس. اوكي هلا بدي اسكر، بسكر بسكر وبرخي. هلا لما انا طلعت هون زفير شهيق. اوكي هلا لما سكرت زفير بكمل الزفير. اوكي وايش بعمل؟ بريح يعني بطلع توتال ريلاكس. خلصت. هلا طلعت كل الهواء، هلا لانه انا قلت زفير زفير وريلاكس، كملت الزفير كامل، هلا بدي اطلع شهيق، بدي ارد حي الشمس عشان انهي الفورم. باخذ شهيق وبسكر زفير. ورد باي جادر ذا انرجي، بجمع الطاقة. بغلغل التانتيان او السرة وبرفي، بسكر، باخذ شهيق، بحيي زفير. هيك خلص الفورم. هلا رح يعيده لحاله محمد بدون ما انا احكي عشان تشوفوا كيف بده يلعبه بنفس الوضع. اوكي بس حاب اذكركم بشيء، لما بتاخذوا شهيق بتطلعوا على الركب، ولما بتعملوا زفير تنزلوا على الركب. اوكي الشهيق والزفير دائما منخار، وحاولوا قد ما بتقدروا لما بتلعبوا اي شهيق او اي زفير يكون في تعادل بين الانتيك والاوتيك، يعني لما باخذ شهيق يكون بالقليله 3 ثواني، ولما بعمل زفير يكون بالقليله 3 ثواني. ما مش اخذ شهيق 3 ثواني زفير ثانيه، ما استفدنا. لازم يكون في بالانس، قد ما باخذ هواء لازم اطلع نفس الوقت هوا. اوكي هلا اذا في شيء انا رح اشرح لكم اياه، رح اشرحه وهو عم بيلعب الفورم، بيلعب الفورم من الاول للاخر. سكر عشان يشوفوك بتلعب.
دائما يكونوا ريلاكس، ما تشدوا شيء، لانه هو نوع من انواع الفوم اللي له بوستر له اوضاع كثير مثل التامر. طبعا هو عبر البحوث اللي احنا بحثناها لقينا انه قد ما هو قديم انه كانه كل الرياضات ورياضات التامل ورياضات الطاقه اجت باساسها التشيكونغ. انا هاي البحوث اللي انا طلعت فيها، يعني انا رجعت بالبحث على هذا الفوم لقيت برجع وقته او عمره ل ايام احفاد سيدنا نوح، ويقال انه هذا الفوم اساسه سيدنا ادريس، والعلم عند الله طبعا انا ما بعرف، بس هيك البحوث على بتقول. طبعا فوم كتير كويس، انا يعني خبرتي انا فيه، انا مرضت اكثر من مره بحياتي، انجلطت اكثر من مره بحياتي، طبعا الحياه بتجلط كثير، وكنت لما العب الفوم والعب رياضات والبوسترز تبعونه والفوم يعني البوزيشنز تبعونه ارجع لحياتي مره ثانيه، احس انه عندي طاقه، انه انا اي كان ليف، يعني انا بقدر اعيش. طبعا حلو تلعب هذا الفورم وانت قدام شط بحر، واقف الدنيا عم تعمل شروق او الدنيا عم تلعب غروب، وقت الغروب وقت الشروق، او واقف بمنطقة كلها شجر وتلعب بهذا الاشي مع الشجر، رح تشوف اشياء غريبة ورح تحسوا باشياء، رح تصيروا تحسوا انكم انتم بديتوا توصلوا مع الطبيعة، ومش بس مع الطبيعة، مع اليونيفرس يعني مع الكون. عن جد الرياضة كتير رائعة، وبالفيديوز اللي راح نصير يجي راح يصير اشرح لكم كيف تصيروا تعملوا مشي بتشيكونغ، ركض بتشيكونغ، نوم بتشيكونغ، اللي تصير a way of life، طريقة حياة. وعلى عن هاي كل حركة او كل فورم او كل بوستشر طلع منه مدرسه من مدارس بالتاريخ، مدارس الكونفو، يعني اسلوب الكرين، اسلوب الشاولين، كل حركه من الحركات السبعه او سبعه زائد اثنين او التسعه اللي شفتوهم طلع مدارس عبر التاريخ بالصين. طبعا ما بتخلص الفورم اللي انت محرك كل عصب بجسمك، كل عضله بجسمك، كل مفصل بجسمك، طبعا تركيز على العصب والانترنال انرجي اللي هي الطاقه الداخليه. طبعا الاوضاع او الوضعيات اللي بتكون موجوده او اللي موجوده مع الفورم مع تشيكونغ زائد التمارين تبعته، كل مراكز الطاقه اللي بالجسم مثل الثلاث اهرامات، مثل ابو الهول، وضعيه طاقاتهم كلها تتفسر او موجوده بقلب هذا الفورم. وانا تعلمت كثير فورمات او كثير اساليب بالتشيكونغ، بديت بهذا وبعديها تعلمت المور ادفانس، يعني هذا بسموه خطوات سين، بعدين بدون كام، بعدين بديت اطلع بديت اطلع بديت اطلع. النوتس اللي عندي، عندي حوالي 1000 نوع او اكثر من التشيكونغ من الفورمز، انا جمعتهم من ال 77 لتقريبا وقتنا هذا او اقرب وقت.
طبعا تشيكونغ هي اساس الطب الصيني. اوكي، يعني هذه هي العلاج بالطاقه، العلاج بالنفس هو تشيكونغ. اوكي، هلا اي واحد كان يلعب او بيعالج بالصين، كان او دكتور بيعالج بالصين، انا استاذي دكتور من اشهر الدكاتره بهونغ كونغ، بيلعب دائما تشيكونغ وتاي تشي، دائما يومي كان يخليني العبهم غصبا عني. فهي اساس الطب الصيني واساس العلاج. شكرا محمد، تحب تحكي لهم شيء قبل ما نروح؟ طبعا شباب اعملوا لنا لايك وفولو لليوتيوب وتابعونا على صفحة أرميس جوردن فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوا تشوفوا اللينكس اللي بالديسكريبشن اللي راح نحطهم الريفرنس، وشكرا. شكرا كثير محمد. طبعا محمد انا عرفته هو التوجيهي وكان عم بيقدم توجيهي، وكنت انا متطوع على اساس ادرب المدرسه اللي هو كان بدرس فيها، وشافني وانا بدرب الطلاب وحب الرياضه وضلوا معي واعطى حياته كلها للرياضه. يعني هي كيف بيقولوها بالعربي، هيز ديديكيتد، يعني اعطى كل شيء عشان الرياضه وحاب الرياضه وحاب ينشرها ويساعد في نشرها ويتعلمها. و يعني انا بقدر ما اعرف شو اقول، انه نو جاد بليس يو محمد، ثانك يو سو ماتش. وهلا انا بدي اشكركم كلكم تابعونا، وهذا اول فيديو راح يطلع فيديوهات كثير، وراح نصير نحط لكم دريلز ومعلومات كثير. واذا عندكم اي اسئله اسالوا يا اما عن طريق تحت في الـ في, الـ في اليوتيوب او عن طريق وين ممكن يسالوا محمد. يبعث رسالة على الجيميل تبع اللجنة www.arnisjordan@gmail.com أو على الكومنت باليوتيوب. أو على الكومنت باليوتيوب، وإحنا جاهزين نجاوبكم. وإن شاء الله إن شاء الله إذا صار عندنا ناس واهتموا بالموضوع بنعمل أونلاين تيتشينج، يعني بيكون على الهواء لايف زي ما بسموه. أنا ماليش على التكنولوجي كتير، أنا دقة قديمة بصراحة، يعني منيح اللي بعرف استعمل الشغلات هاي التليفون لسه، بس هو شاطر، أنا ماليش بالموضوع. شكرا كثير، thank you, God bless.